إذن بعد أسبوع من تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بدأ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مشوار تأسيس الكابينة الوزارية السادسة، ولأن ما تبقى للرئيس المكلف أقل من 4 أسابيع لتقديم كابينته الوزارية، فقد اعتذر عن استقبال وفود التهاني وأكد الاكتفاء باستلام الرسائل والمكالمات الخاصة بذلك. وفي خطوة هي الأولى من نوعها في العراق، أعلن عبد المهدي فتح باب الترشيح لمنصب وزير أمام أي عراقي يجد في نفسه الكفاءة لشغل المنصب ويتم التقديم بشكل إلكتروني. كما أعلن رئيس الوزراء المكلف استمرار مشاوراته بشتى الطرق بكل من له علاقة بتشكيل الكابينة الحكومية، لا سيما من مسؤولي الكتل الممثلة في مجلس النواب. كما اعتذر الرئيس المكلف عن استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرفيعة، وفضل أن تكون عبر مكالمات هاتفية أو مراسلات دبلوماسية، في خطوة قد تهدف لتخفيف الضغوط الخارجية أو التدخلات في تشكيل الحكومة. جدد أيضاً عادل عبد المهدي تأكيده على أنه لم يخول أي شخص أو جهة بالتصريح أو التفاوض باسمه مهما كانت درجة القرابة أو العلاقة، ودعا للالتزام بما يصدر عن مكتبه الإعلامي الرسمي.